لشيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. أمر لا شك فيه كالشمس في رابعة النهار، أن ما تصنعه الرافضة الآن من البغي والعدوان أن التصدي لهم يعتبر قتالا في سبيل الله وجهادا شرعيا، من قام به كان من أفضل المجاهدين في سبيل الله عز وجل. انفروا خفافا وثقالا مهما كان، هذا في النفر والطلب، فما بالك بالدفع من باب أولى. نعم والله، جاهد نفسك أيها المسلم، وجاهد الشيطان، وجاهد الكفار، وجاهد المنافقين، وجاهد البغاة الزنادقة المعتدين أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ببغي الرافضة علينا أراد الله عز وجل خيرا لا نعلمه من الأجور، فمن قتل قتل شهيدا، ومن بقي بقي عزيزا. من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد. شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن أبي علي الحجوري سقط فجرة زنادقة روافض سبابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قطاع صلة سكارى كل شر فيهم تخافهم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه وخافوني إن كنتم مؤمنين. التعاون معهم نفاق، التعاون معهم ضلال، التعاون معهم غش للإسلام والمسلمين. كبت الله شوكتهم وقذف الرعب في قلوبهم وأهانهم الله سبحانه وتعالى وله الحمد والمنة. هذا أمر مهم عباد الله، وهو الشعور بما من الله سبحانه وتعالى به على عباده، من أن الله أراد أن يجمع لما بين طلب العلم وبين الدفع عن الأنفس والأعراض والأموال والدين، وهذا والله من أعظم الجهاد.